لفترة طويلة. ظل تكدس وانتشار أقوام القمامة هو الهاجس الأكبر لأبناء مدينة الشح، ثاني كبرى مدن ساحل حضرموت، بعد أن فشلت جميع الحملات السابقة لمحاولة تخليصها من ذلك التكدس، ما كان يدفع بالأهالي إلى حرقها بهدف التخلص منها. غير أن هذه الخطوة كانت تنعكس عليهم سلبا جراء الأدخنة السامة المنبعثة منها، غير أن ملامح ذلك الواقع المزري بدأت اليوم ولأول مرة في طريقها للاختفاء، بعد أن دشن صندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت مشروع إنشاء صندوق مستقل وخاص بالنظافة والتحسين بالمدينة التي وجدت نفسها اليوم ونتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد ثاني أكبر ميناء تجاري ونشط في حضرموت. من ساق ما كانت هناك النظافة، كانت نظافة تابعة لبعض المقاولين، يعني طبعا المقاول مش مثل المشروع عندما يقوم بهذا الانجاز. يعني بالفعل طبعا نحن نتيجه السلبيات السابقه يعني مما اضطرينا ان ننشا هذا المشروع، نتيجه لهذا المشروع الذي تطلبه مدينه الشحر. المشروع الخدماتي الجديد كان قد بدا بتقديم خدماته رسميا من خلال توظيف 90 عاملا وعامله وشراء المعدات والاليات، والبدء بشكل فوري في تنفيذ عمليات تنظيف شامله لكافه ارجاء المدينه ورفع جميع أقوام القمامة من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى رفع مخلفات البناء التي يقوم البعض بالتخلص منها على شواطئ المدينة ويهدد بتدمير الحياة المدنية في سواحلها. ما شاء الله تبارك الله، من سابق كان القمامة موجودة في الشارع وبكثرة، والحمد لله الآن بعد ما بدأ المشروع هذا الآن البلاد تنورت وتنظفت، وجزاكم الله خير على هذا العمل الطيب، وإن شاء الله نريد المستقبل منكم أكثر وأكثر إن شاء الله بحول الله. تدشين مشروع النظافة والتحسين في مدينة الشحر حلما لطالما انتظره أبناء المدينة الذين يأملون أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء تكدس القمامة في مدينتهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية الشحر.